يا صباح الخير، يا صباح الأمطار الغزيرة. الله يبعث الخير أمين رب العالمين. بس تشوفوا هيك طقس، شو بيكون هيك فجأة؟ شو بيخطر عبالكم؟ هيك طبخة شتوية بتدفينا، فيلا تنبلش. اليوم جاي عبالي أعمل مشبوس لحم، تحية لكل أهلنا بالخليج وخاصة بالسعودية. شوفوا لي هالأكلة وقولوا لي هي تابعة لأي دولة، لأنه أغلب الظن هي الوصفة السعودية. فمثل ما شايفين أنا حطيت الطنجرة على النار، مشعل النار تحتها، رح بلش حط قطع اللحم الكبيرة بدون أي زيت أي سمنة. هي الدهن يلي فيها، يعني كيف بيقولوا، من دهنه سقيله. بسم الله، قطع لحم كبيرة. بحب جيب الموزات بس اعمل الكبسه او هيك اشي. الموزات تعطي هيك نغنغه للاكله، تعطيها دسامه وطراوه. هذا اللون اللي بدي اياه. سخن كل مي على جنب، رح بكله هلا. خلاص، ما احلى هالاصوات بهيك طقس. كتير كتبتولي امبارحه يا ليلى، اول امبارحه كتبتولي يا ليلى فرجينا شو رجعتي جبت من الاوتلت اخر شي، ما فرجيتينا شو جبت غلط، فتكرم عينكن. هلا شوي تاني رح فرجيكن انا شو جبت. خليني اول شي شيل هالرغوه يلي طلعت على الوش. سبحان الله، بس نقل اللحمة أو نعطيها هيك صدمة ما بتعود تطلع كتير من الرغوة. يعني تخيلوا لو نحن كنا سالقينا بدون ما نعطيها هاللدعة هاللون الحلو، فكانت طلعت أكتر بكتير. مجهزة عندي هون هول المطيبات: لومي، كزب رحاب، كبشة قرنفل، عيدين قرفة، ورق غار، فلفل أسود حب، هيل، راس من التوم. انا بفضل بس نضيف البهارات للحم او للجاج يكون البهارات صحيح، كلهم يكونوا حاب لحتى ما يعطي لون غامق للمرق، لانه المرق انا رح استخدمه بعد شوي. كمان رح ضيف لبصله. البصله انا مغسلتها بس تاركتها بقشره. هذا القشره بيعطيه لون ما بتتخيلوا قديه شميل جميل، لون كتير حلو بيعطيه. ملح ما بضيف هلا ابدا، رح خفف النار تحتهم وغطيهم واتركهم يتكتكوا على مهلهم. بهالاثناء خلونا نعمل الحشوة لبين ما كانت استوت اللحمة. عندي هون اربع بصلات حجم وسط، فرمتهم بهذا الشكل بدون زيت بدون سمنة، بضيفهم بقلب المقلية. هلا بضلني قلي فيها لحتى تاخد لون. كل ما بحسها بدها تلزق بضيف لها شوية مي، ما بضيف لا زيت ولا سمنة. شايفين كيف بلش ياخد لون؟ بياخد بس مي، بضيف له وبحرك. كل ما ينشف المي برجع بزيد مي هيك لحتى الكل يصير أشقر، ما يضل عندي بصل أبيض أبدا. عندي هون كوب من الزبيب، هذا الزبيب الأشقر رح أغسلهم وضيفهم فوق البصلات. غسلتهم كتير منيح، ضيفهم فوق البصل. بضيف لهم ملعقة طعام من السمنة، السمنة البلدية الحيوانية تعطيها طعمة كتير طيبة. طبعا انتو فيكن تحطوا السمنة اللي موجودة عندكم بالبيت، هي اللي الله بيقدركن عليه. هذا هو، حركهم مع بعضهم. هلا بدي ملح
نص ملعقة كركم أو العصفر أو العقد الصفرة، ملعقة بس ممسوحة من القرفة، قرفة المطحونة، ربع ملعقة من الهيل المطحون، وأكيد رشة فلفل أسود. الله الرويح بتشهي القلب. بدي اياكم تنزلوا تكتبوا لي هلا بالكومنتات شو اكثر اكلات انتم بتعتمدوها بس يكون الطقس بارد. تكتبوا لي انتم من اي دوله وبس يبرد الطقس شو بتعملوا اي اكله. هلا في ناس بهاي المرحله بيضيفوا على الحشوه حمص، انا عائلتي ما بتحب الحمص الحار فرح استثني الحمص. انتم اذا بدكم ضيفوا قدر كوب من الحمص، هيك الحشوة صارت جاهزة عنا رح تطفي تحتها. بجهز الدقوس كمان، كتير طيبة هالأكلة تتاكل حد الدقوس. ما تنسوا تكتبولي هالأكلة أصلا من أي بلد. عم شعل النار، حطوا شوية زيت، أنا عم ضيف زيت زيتون. بضيف لقدر ملعقة طعام من التوم المفروم ناعم أو المهروس. الحار يلي عملته معكم بضيف منه قدر نصف ملعقة. تطلع الروايح. الله اضف له 2 ملعقة طعام من معجون الطماطم. حبتين بندورة حطيتهم بالفرامة الكهربائية ورح أفرمهم. حبتين بندورة كبار، أنا لأنهم صغار حطيتهم 4. أنا بفضل ضيف عليهم حبة فلفل أحمر حلو وحبة فلفل أحمر حار. منملح، فلفل أسود، خليهم يغلوا لمدة دقيقة وبسكبها مباشرة. وهي الحشوة والدقوس صاروا جاهزين عندي. بدي جهز هلأ لخلطة التحمير تاع اللحمة لأنه اللحمة قربت تستوي. ربع ملعقة طعام من الملح، ربع ملعقة طعام كركم، بضيف عليهم قدر ربع كوب من مي الورد. هذا المي ورد شغل بيت. هاي الخلطة بدي استعملها لأدهن اللحمة فيها ولحتى حط شوي منها كمان على وش الرز. فرح بلش أنا طبق الرز واستعمل نصه للرز والنص التاني بتركه لأدهن اللحمة فيها قبل ما أدخلها على الفرن. أطبخ الرز بهاي الطنجرة، شوي صغير من السمنة، أقل من نص ملعقة طعام لأنه أنا هلأ بدي أطبخ الرز بمرق اللحم، واللحم اللي أنا مستخدمته لحم غنم فبيطلع دسم، يعني ما في داعي أني كتر زيوت وسمنة أبداً. عندي هون رز أنا نقعته إلي نص ساعة، نقعته بالمي الساخنة لحتى تطول حبة الرز وتنفش. رح أغسله كتير منيح وحطه بالطنجرة. عكتر ما السمنة باردة بده وقت لتدوب، يعني أنا غسلت الرز والسمنة لسه فيها جزء منه دايب، فتخيلوا قديش السمنة مجمدة. من ملح نصف ملعقة طعام من الهيل، كمية الرز اللي أنا حطيتها 5 أكواب من الرز، ملعقة طعام ممسوحة من القرفة المطحونة، ونقلبهم مع بعضهم على نار عالية. هلأ إجمالاً أنا بس أطبخ الرز دايماً بقول كل كباية رز بدو كبايتين مي، إن كان مي أو مرق أي شيء سوائل، كل كباية رز بدو كبايتين مي. فهلأ لأنه الرز أنا نقعته إلي نص ساعة بالمي السخن فهو شربين مي، ما بيحتاج لكبايتين مي. كل كباية رز رح أضيف لك كوب وربع من المرق اللحم.
سمي بسم الله. نضيف مرق اللحم، طبعا مرق اللحم لسه ما انه ملح، بس انا ملحت الرز. وهاي اخر كمية الماء، كل كبداية رز حطيت له كوب وربع من الماء. حطوا مصفية لانه ما بدي هاي القصص كلها تنزل بالرز. هلا بتركه على نار عالية، ما بحرك بقوة، لا بهدوء بحرك حتى حبة الرز ما تتكسر عندي. بتركه على نار عالية لحتى تنشف المي. اللحم عندي كمان استوى، انا شفته، رح ضيف له الملح. مش بس استوى وتنهنه كمان اللحم، فيكن تشيل ليكو ليكو كيف رح تفرط من هون من النص، زي شايفين نهنه تنهنه، بس لانه نار ما فيني مد ايدي هلا، جربت انا بالشوكه قبل شوي. دايما اخر شيء منملح اللحمه مشان ما تكز معنا وتعذبنا وما تستوي. حبه الثوم يلي حطيتها مع عسل اللحم رح احطها مع الرز وارمان حار. بس طنجرة الرز تطلع عندي هول الفقاعات، معناتها أغلبية كمية الماء نشفت، فبيأخذ من الصوص تقريبا نص الكمية حأخده، ححط بس بالوسط. هلقد كفاية أصغر عين غاز اللي بعمل عليها ركوة القهوة هي هيديك، رح أنقل طنجرة الرز عليها. ما بتركها هيك، بخففها هيك على الآخر. بسم الله. هلا بقلها تكتكي على مهلك وعيشي حياتك. اللحمة مش استويت، اتنهنهت، فصار الوقت اني ادخلها على الفرن. شعلت النار انا بالفرن، تعرفوا شغلة، رح ابرمها على هذا الوش مشان ادهنها. شيل البصلة مشان ما تحترق. هلا هاي اذا بدي شيلها بدها تفرط، بدنا نعرف كيف بدنا نشيلها. تعطيها لون وريحة وطعمة. ويلا على الفرن. بيني وبينكم قلت أنا الفرن شاعر وشاعل، فليش ما بعمل لي قالب كيك هيك على السريع لحتى يفرحوا هالولاد بس يجوا من المدرسة ويشموا ريحته عافية بكل البيت. ومن بعدها منشوف شو جبت غراض أنا مبارحة، أول تمبارحة من الأوتلت سيد، فحطيت هون 4 حبات من البيض، حطيت عليهم سكر الفانيليا وراح أخفيهم لمدة 5 دقايق. شفتوا كيف صار كأنه كريمة؟ بس مجرد الخفق أعطاني هذا القوام. هلأ راح أضيف له 1.5 كوب من السكر، أنتوا فيكن تضيفوا 2 كوب، أنا 1.5 كوب بحسه كفاية، وهذا 1.5 كوب كمان بعطيهم خفقة. بسم الله. رح ضيف لهم برش البرتقال، كتروا برش البرتقال بيعطيه طعم كتير طيبة. 1 كوب من عصير البرتقال المصفى، صفوا ما تتركوا التفل بقلبه. ما شاء الله هالبرتقال اللي جايبته مليان عصير. 1 كوب من الزيت، اي زيت نباتي متوفر عندكم، زيت ذرة، دورة شمس، حي الله. 3 أكواب طحين منخول وملعقة طعام من البيكنج باودر. بخفقهم كمان. بسم الله.
جاهز الخليط. الصينية اللي بدي احط فيها الكيك ودخلها على الفرن دهنتها بالطحينة او الرشة. يعني هذا اطيب كيك يومي بنكهة البرتقال ممكن تاكلوا، صدقوني. مكوناته بسيطة، جربوه ولادكن حيحبوه كتير، خاصة لما بدل منه هيك قطعتين ثلاثة تاني يوم الصبح حط فنجان النسكافيه، يا سلام. انا طلعت اللحم من الفرن والفرن حامي، رح دخل مباشرة الكيك. حطيته على الرف النصاني، درجة الحرارة 180، شعل بس من تحت، بس تحمر الاطراف بشعل من فوق، وبس اوصل للون اللي بدي اياه بطلع مباشرة من الفرن. يعني بياخد تقريبا 25 دقيقة، 27 دقيقة، مش اكتر. فرن عن فرن بيفرق. تعالوا هلا تنشوف الغراض. هول هن الاكياس لسه ما فتحتهم. طالما كل هالكومنتات اجتني يا ليلى فرجينا بالاخر شو نقيتي وشو اخدتي، قلت رح افتحها قدامكم. يلا اول غرض جبته هو هيدا، هيك ما اجمله، هو بيت للعصافير. انا كتير في عندي عصافير هون قدام بيتنا، فبحب جيب لهم بيوت تيعشعشوا فيها. كتير حلو هذا الكتالوج، جاي معه كيف بدنا نعلقه برا. هلا بعد بقرا انا عن اهلي، جاي معه هذا البرغي، فبيتعلق من هون، فيكم تعلقوه بهذا الشكل. هيكم احلى، كتير حلو. هيك نحن بنحط لهم الاكل هون للعصافير، ونحط مي. من شو مصنوع؟ من الخشب. بس شوفوا الجمال، كتير حبيته، عجبني شكله كتير. تاني غرض جبته هو هيدا تبروارات، حسيتهم عن جد الكواليتي تاعهم مرتبة. اجمالا البضاعة اللي بجيبها عبد بالاوتلت سيد هي كلها بضاعة اوروبية المانية، فبتاخدوا وانتو قلبكن مطمن. ليكو قياسه، جيب سكين. الغطا تاعه كبس، رح غسلهم كلهم ونشفهم وعبيهم غراض. ليكو الأحجام، هذا كمان ياس. لهلا صار في عندي 4 قياسات. من هذا لقياس واحد، ومن هذا لقياس واحد، من هذا لقياس اثنين، من القياس الصغير واحد. فهول التبروارات لنشوف اللي بعده. جبت هذا الشيء اللي شفتوني عم جربه عنده، لفت لي نظري انه ما بيعوز كهرباء يدوي. تعرفوا نحن بلبنان منركض ورا الاشياء اللي ما بتعوز كهرباء. ذكرتني بوحده كانت عند ستي هيك منبرمها من فوق على جنب ومن تحت إلى تنتين، ما بعرف اذا عرفتوا علي او فهمتوا علي انا على شو قصدي. بتشبهها، كان إلى تنتين وفي إلى من هون دولاب، كنا نبرمها وهول يخفقوا من تحت، كنا نستعملها لنعمل لبن. فهي كتير حبيتها. كمان في منها 3 ألوان، اخضر وازرق واحمر. في هذا الشيء جاي مثل العلب، فيكم تحطوا فيها موالح للولاد، مثلا اذا كان عندي عزيمه وفي ولاد صغار كتير عبالي ضيفهم شيء، ما ضروري احط بقزاز. فحسيت هاي الشغله كتير حلوه، بحط لهم فيها مخلوطه، اشي يتسلوا فيها، حلوه كمان.
جبت من هول تنتين كتر مطار عقلي اني لقيتهم عنده، كتير حبيتهم. فهذا بينظف الأناني، مثلا عندي أنينة اللي بحط فيها عصير الحامض وبحطها بباب البراد. انا دايما بحط فيها ماشي مخصصة للتنظيف لهيك قصص، بحطها فيها، بحط شوية سائل جلي بخضها وبحط فيها سيخ اللحمة ببرمها وبطلعها. فهي صارت تخليني استغني عن كل هالشي، بحطها بالقنينة وهي بتنظف قلب القنينة من جوا. فجبت منها تنتين، وجبت قشارة بطاطا وهي الملعقة، وهذا الجورد اللي شفتوه جايب منه ألوان وبيجي بقلبه كذا جورد، بيجي بقلبه ثلاثة. هذا الثاني مش الليموناتا جايين معه، وهيدا بيجي بقلبه الثالث. شايفين شو مهضوم؟ يعني انا هذا الصغير ما بظن اني حاستعمله، فرح اعطيه لمودو افندي، ولا حتى عمودو صغير بعتقد هذا فيني استغنى عنه. ولا لا والله هذا بناتي ما فيني اعطيهم اياه، بضلوا عندي. انا ليه جبته هيدا؟ جبت هيدا مشان القياس الكبير، يعني قياسه كتير عجبني. بحب اخده معي وين ما بروح بالبيت، ان كان بالطابق التاني ولا تحت، بخليني متذكرة اشرب مي، مشان هيك جبتوه. ما كل شوي بيفضى، بدي اضطر يا الله فضيان بدي انزل عبي، خلص هو مليان بيكفيني تقريبا كل نهار. بيجي 2000 مليلتر، يعني لترين، كتير منيح. فاكتبوا لي شو رأيكم بالغراض، شفتوا هالعجقة اللي عملناها؟ يلا الرزات انا بقول استوى صار لازم نسكبهم، والكيك على الهمة. ليكو الرز مثل ما بيقولوا نفري، نحنا منقول مفلفل، فبعتقد أهلنا بالخليج بيسموه نثري. شايفين كيف؟ كل حبة وإختها، وفي حبات لونهم أصفر وفي حبات لونهم أبيض، لأنه نحنا ما حطينا المي ورد مع الكركم بكل الطنجرة، حطيناه بس بالنص. فشايفين هاللون اللذيذ الجميل يلي أخده؟ كنت عم فكر إذا هذا البيت يلي أنا جايبته خشبي، فأنا كيف بدي أحطه برا بهالشتي؟ إيه والله بتشتش ديعانه. بيني وبينكم عاجبني شكله هون على المجلة، يمكن لكم رح أتركه هون، لأنه صرت جايبي أنا بيتين للعصافير، فحرام مشان ما يتشتش هذا البيت. ليكو فلتي مني حبة قرنفل مشان ما يتشتش وينتزع عشي فاضي، رح أتركه هون. حسسته لابق مع الديكور، الإضاءة والشجرة يلي لونها موف، هيديك الشجرة طالعين حلوين. بحب صب الحشوة بإيدي، هيك بتحكم أكتر، بعرف زينا أكتر. بالملعقة رح تلبكني. ما بيلبق لا ابدا انكم تقلوا لكاجو ولوز وهيك قصص، لا لا ابدا. هي الحشوه مثل ما شفتوا، بصل وزبيب. بدكم حطوا حمص اذا بتحبوا، انا مثل ما قلت لكم عائلتي ما كتير بتحب، فبقول ديعون بيصيروا ينقوا الحمص يزتوا لي اياه بصحنه، فقلت خلص بلي هلا الحمص. حطيت الحشوه بهي الطريقه، هلا بدي اضيف اللحم. ليكو اللحم ما بدي خرب الشكل، بس دايب منهنه تنهنه. فهي هي وصفتي لليوم حبايب قلبي، بتمنى من كل قلبي تكون عجبتكم،
وتجربوها إذا ما كنتم جربينها قبل هلأ، جربوها رح تعجبكم كتير. من أطيب الوصفات اللي ممكن تتاكل عن جد بالعزايم. إذا بدكم تدللوا عائلتكم تعملوا لهم هيك شي طبق هيك مميز، بتحسسوهم كأنه سافروا على البلد يلي مخترعين لهيدي الأكلة وأكلوها ورجعوا، كتر ما هي طيبة. وعن جد بنصحكم من قلب تجربوها، وما تنسوا تكتبولي بالكومنتات هاي الأكلة تابعة لأي دولة، أصحاب هاي الدولة أو الناس يلي بيكونوا من الدولة نفسها أكيد حيعرفوها مباشرة، أنا متأكدة. فهلا تعالوا نطلع الكيكة تبعنا، أكيد استوت كمان. بس قبل ما نطلع الكيك تعالوا لفرجيكم اللحمة قد هي طرية ومستوية ودايبة دوبان. شوفوا هاي الموزات، بحبكم كتير وملتقاي معكم بكرة بإذن الله بنفس التوقيت. باي.